زي ما بيكون في عندنا يونتس لاي كوانتيتي موجوده عندنا في الطبيعه، بيبقى في عندنا برضو مجموعه من يونتس بتستعمل في الراديولوجي. في عندنا اربع وحدات اساسيه في الانترناشونال سيستم اوف يونتس، هم دول اللي بيستعملوا في قياس الاشعه عموما. اول واحده هي حاجه بنسميها الاير كيرما. كيرما دي اختصار كاينتيك انرجي ريليست ان ماتر، دي بتتقاس بحاجه اسمها جراي ان اير. اوكي، فدي الديفينيشن بتاعها هي كاينتيك انرجي ترانسفيرد فروم فوتونز تو الكترونز ديورينج ايونايزيشن اند اكسايتيشن ميجرد ان جول بير كيلوجرام. الجول بير كيلوجرام دي هي الوحده الاس اي يونت، اللي هي الوحده العالميه بتاعه القياس، ودي بنسميها جراي، جراي ان اير. عاده بنحط فيه، هي اسمها جراي بس بنحط بعديها في الاخر ايه علشان هي تعتبر ان اير، يعني بنقيسها من غير ما يكون في القياس ده يكون داخل التيشو، بنقيسها داخل الهواء. الحاجة اللي زيها بالظبط بنفس اليونت اللي هي جراي برضو، جول بير كيلوغرام، نفس الوحدة، ولكن تقاس داخل التيشو نفسها، هي الراديشن انرجي ابزوربد ان تيشو بير يونت ماس. اليونت بتاعتها بنسميها جراي، ودي بتعتمد على نوع التيشو بقى. دي بنسميها الوحدة نفسها بتبقى جراي تي، يعني جي واي وفي تي سمول في الاخر علشان تعرف لنا ان دي حاجة خاصة او بتعتمد على نوع التيشو نفسه. بنتكلم على الابزوربد انرجي داخل التيشو. في عندنا وحدة أخرى دي بتستعمل بقى في الـ occupational يعني radiation workers، يعني بنتكلم على الناس اللي بتشتغل في مجال الأشعة، بنتكلم على الـ occupation exposure اللي هي الشخص اللي بيتعرض للأشعة من خلال عمله، ما هواش المريض. يعني الوحدات اللي قبل كده، وحدة الأبزورب دوز دي، بنتكلم على المريض، المريض اللي هو بيتصور بالأشعة، فبيسك إحنا intentionally بنعرضه للأشعة. بالنسبه للاوكيوبيشن اكسبوجر، احنا بنتكلم على الطبيب اللي بيعمل الاشعه او الفني اللي بيعمل الاشعه، ده بيتعرض بشكل عرضي، ما هوش مفروض ان هو يتعرض للاشعه، بس ممكن من خلال عمله يتعرض من غير ما يقصد لبعض الاشعه في اثناء عمله. فدي بنقيسها الحقيقه بوحده بنسميها سيفرت اس في. فدي هي عباره عن الكوانتيتي بتاعت الراديشن ريسيفد باي راديشن وركرز اند بوبيليشنز. البوبيليشنز برضو نفس الكلام، الناس اللي هم مثلا بيشتغلوا في المستشفى مثلا، ما هماش بيشتغلوا في قسم الاشعه، بس ممكن يكونوا بيبقوا قريبين من قسم الاشعه بشكل ما، او ممكن يتعرضوا للاشعه بشكل يعني ما هواش انتنشنال عموما. الوحده الاخيره حاجه بنسميها البيكريل. البيكريل دي حاجه ما لهاش علاقه بالاكس راي، بس عموما هي وحده من وحدات الاشعه. دي بنتكلم عليها ان كونتكست اوف الراديو اكتيف ماتيريال، يعني بنتكلم على انها وحده لقياس الاشعاع اللي خارج من الراديو اكتيف ماتيريالز. فبيسكلي احنا بنتكلم ان هي ما هياش قريبه او ما هياش اكشوالي لها استعمال في الاكس رايز، بس عموما بنذكرها علشان يبقى كل اليونتس ذكرناها بالنسبه في الكونتكست بتاع الراديولوجيكال يونتس. لو حبينا نحول الوحدات اللي هي الاس اي يونتس، اللي هي الاير كيرما، الجراي، السيفرت، البيكريل، نحولها لبعض الوحدات يعني اللي هي دايما بتستعمل، اللي هي بنسميها كاستمر يونتس. دي عاده مستعمله يعني بشكل يعني دارج، بس ما هياش هي الاس اي يونتس، ما هياش الوحدات العالميه في الموضوع ده. ففي عندنا مثلا بالنسبه الاكسبوجر، هو يعني الوحده بتاعته عندنا هي الاير كيرما، بس اكشوالي في وحده اخرى موجوده هي اسمها رونتجن. الرونتجن بيسكلي السيمبل بتاعها ار، دي برضو بتقيس نفس الحاجه بس الوحده نفسها مختلفه. لو حبينا ان احنا نحول الار اللي هي الرونتجن نحولها ل جراي، بنضرب في 0.01، بيبقى في عندنا بيسكلي في عندنا تحويله من الرونتجن للاير كيرما، ان احنا بيسكلي نضرب 0.01 نحصل على القيمه بالجراي اي اللي هي جراي ان اير. في عندنا واحده اخرى اسمها الراد، دي الابزورب دوز، واحده للابزورب دوز، نفس العلاقه برضو، بنقدر نحول الراد نحولها للجراي تي اللي هي الابزورب دوز اللي هي بالجراي، بنضرب برضو 0.01. في عندنا وحده للافكتيف دوز، دي اللي هي بنتكلم على الاوكيوبيشن اكسبوجر. في عندنا واحده اسمها رم، رم بيسكلي بنتكلم ان نضربها برضو 0.01 عشان نحصل منها على السيفرت. البيكريل كان في عندنا حاجه ما يعني واحده برضو اسمها كيوري، الكيوري بنضربها 3.7 في 10 اس 10 عشان نحصل منها على البيكريل. فبيسكلي نسمرايز الوحدات تاني، اير كيرما از ذا يونت اوف راديشن اكسبوجر اور انتنسيتي، الجراي اللي هي الجراي تي از ذا يونت اوف راديشن ابزورب دوز، واحده فيهم اكسبوجر واحده ابزورب دوز، السيفرت ذا يونت اوف اوكيوبيشن اكسبوجر والافكتيف دوز،
والبيكيريل هي اليونت اوف راديو اكتيفيتي. فلما تخيل مثلا سيتويشن زي هنا كده، لو احنا عندنا هنا سورس اوف جاما ريز مثلا فور اكزامبل، سورس اوف اكس ريز، اكس ريز وجاما ريز هما لهم نفس النيتشر، فبيسيكلي بنقيس الانتنسيتي بتاعت الريز اللي طالعه ان ترمز اوف كيرما، اير كيرما اللي هي جراي ان اير. بنتكلم على الافكتيف دوز اللي عند البيشنت نفسه، لو احنا عندنا مثلا شخص بيتعرض للاشعه دي بيبقى الوحدات بتاعتها جراي. لو هو حاطط البادج بتاع قياس الاوكيبيشن اكسبوجر بيبقى الوحدات اللي بناخدها من القياس بتاعه دوت بنقيسها بالسيفرت. لو في عندنا ماده مشعه، الماده المشعه ديت بيسكلي بنتكلم على ان الاشعه اللي خارجه منها او اللي هي نسبه الراديو اكتيفيتي طالعه منها او كميه راديو اكتيفيتي طالعه منها بنعرفها بوحدات بيكيريل. فبيسكلي احنا بنتكلم على لو هي بتطلع جاما ريز يبقى معنى كده ممكن نقيسها بالجراي ان اير، اوكي، او بنقيس الاكس راي اوتبوت برضه نفس الكلام بالجراي ان اير. لو بنقيسها في الاكسبوجر يعني بنقيس الابزورب دوز داخل الشخص نفسه بنتكلم على اللي هو جراي. الاوكيوبيشنال اكسبوجر سيفرت، الراديو اكتيفيتي بالبيكيريل.